الطماطم كده ليه على الصبح؟ احنا لسه بدري. لسه بدري؟ بدري من عمري. اعمل ايه بس؟ انا قلت اصلص حبه الطماطم قبل ما تغلى وتتجنن علينا. انا ما سالتكيش السبب. ما هي حاجه من الاثنين، يا اما انك انت صاحيه عندك همه ونشاط، يا اما ان في حاجه مخلياكي ما تناميش. ان هو بقى فيهم. ابدا، انا قلت هاني اعمل حاجه مفيده. تعملي حاجه مفيده وهتفضلي لو يا بوزك كده في وش ابني؟ هو اشتكالك صح؟ لا ما اشتكاليش. هو انا مش عارفاكي؟ وزي ما هو ابني انت زي بنتي بالظبط، وانت عارفه كده كويس. انت عارفه كويس قوي يا دهب. انا بحبك وبحترمك قد ايه. علشان كده انا جاي اقول لك ان اللي بتعمليه ده ما ينفعش. ويعني اللي هو بيعمله ابنك هو اللي ينفع؟ يفاجئني كده من غير ما حتى يشورني، يقول خلاص انا جاي اقعد ومش مسافر؟ طب والعيال دي هنعمل ايه؟ في طلباتهم، في جهازهم؟ ده انا ياما اتحايلت عليه وقلت له كفايه عيل او اتنين. قال لي لا، العيال الكتير عزوه. واديني نفذت وبقى عندي عيال كتير، جبنا 5 ومش عارفين نكفيهم، هنعمل ايه دلوقتي؟ يا دلال، ده ودار طول عمره وحيد، لا له اخ ولا اخت، وكان نفسي يبقى عنده عيله كبيره. وهي العيله الكبيره جت، واحد منهم اتجوز، والطلبات كترت علينا، وكل شويه عايزني اساعده. هنجيب منين بس؟ ودار كبر، ما بقاش زي الاول. اقعدي معاه واسمعيه وافهمي منه هو عمل كده ليه. وانا الحق ده انا يا دوب فتحت بقي سابني ومشي. تقومي تردها له اول ما يرجع وتسيبيه وتروحي تنامي في اوضه البنات؟ خلاص البنات كبروا، يعني فاهمين كل حاجه، وانت قدوه. انت يعني بتعلميهم ان هي دي طريقه حل المشاكل؟ انا عارفه كله هيجي على دماغي، وفي الاخر هطلع انا اللي غلطانه. ما هو ابنك ماشي يا دهب، والله العظيم 3 ما بقيت فاهمه ولا عارفه انا هلاقيها منين ولا منين.